المادة لهذا اليوم هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتسمى بالشركة المحدودة اختصارا. وهذه الشركة أكثر انتشارا في العراق من شركات المساهمة، والسبب في ذلك كما سبق وقلنا في المحاضرة السابقة أن الشركة المساهمة هي شركة مالية لا يهم فيها من هو العضو أو من هو حامل السهم لهذه الشركة، وأنها تقوم بأعمال ضخمة كبيرة، أرباحها كثيرة وخسائرها كثيرة أيضا. وبالتالي هذه الشركة اللي هي شركة المساهمة عادة تكون يعني في بعض الأحيان قد تكون عابرة للقارات، تسمى بالشركات العابرة للقارات، مثل شركة الفواكه المتحدة الأمريكية التي كانت تسيطر على جميع مزارع الفاكهة في أمريكا الجنوبية. أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فهي في حقيقة الأمر شركة متوسطة، وأنها تقوم بأعمال في كثير من الأحيان تكون تخصصية. وإذا سرتم في الطرقات في بعض الأحيان تجدون لوحات مكتوب عليها الشركة الفلانية، وتحت هذا الاسم يوجد ثلاث حروف ذا نقطة ميم نقطة ميم. هذه الحروف الثلاثة تعني ذات المسؤولية المحدودة، ومن هنا تأتي خطورة هذه الشركة، أي أن هذه الشركة لها رأس مال محدد مدفوع سلفا، وأنها تلتزم وفق هذا الرأس المال فلا يمكن أن يزيد التزامها عليه. ولذلك في كثير من الأحيان يكتب هذا الرأس المال على اللوحة التي تشير إلى الشركة، لكي يعلم المتعامل معها الحدود التي تلتزم بها الشركة، فهو أيضا يكون حذرا ولا يتعامل معها زيادة عن هذا الرأس المال. هذه الشركة عادة تتألف من عدد من الأشخاص يفترض أن لا يقلون عن اثنين، لأنه بهما تتكون الشركة، لأن سبق وأن قلت لكم في محاضرة سابقة عما يسمى بشركة المحاصة أو المغفلة أو ذات التمويل الذاتي، هذه التي سمح القانون العراقي استثناء لشخص واحد أن يقوم بتشكيلها. وهذه الشركة قلنا سابقا أنه لا تنطبق عليها القواعد العامة للشركات، وأغلب الأحيان هي ذات رأس مال صغير جدا وتقوم بأعمال مهنية في هذا المجال. الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لو ذهبتم إلى منطقة النبي يونس، الشارع هناك الذي فيه هذه الشركات التي تتعامل بالسيراميك، في بعض اللوحات سوف تجدون مكتوب تحت اسم الشركة ذا ميم ميم، يعني ذات المسؤولية المحدودة، ويكتبون رأس المال مثلا 50 مليون، 100 مليون، 25 مليون، وهكذا دواليك. وبالتالي يعني أنه المتعامل معها يجب أن يعلم أن هذا هو الرقم الذي يعتبر أعلى رقم لديون الشركة. يعني مثلا لو كتب على هذه اللوحة ذات المسؤولية المحدودة رأس مالها المدفوع 50 مليون دينار، في هذه الحالة لو أن هذه الشركة التزمت فيجب الالتزامات عليها لا تزيد عن 50 مليون دينار،
لأنها لن تدفع شيئا زيادة عن ذلك في هذا المجال. فهي في حقيقة الأمر شركة تتكون على الأقل من اثنين ولا يزيدون عن 25 شخص، وفي أغلب الأحيان تكون هناك علاقات أسرية أو اجتماعية أو مهنية بين هؤلاء الأعضاء. يعني من الصعب بمكان أن تتكون من أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض أو لا يثقون ببعضهم البعض، وهذا هو الذي يجعلها مختلفة عن شركة المساهمة. شركة المساهمة في كثير من الأحيان إذا طرح أسهمها في السوق في البورصة لا يعرف أحدهم عن الآخر ولا يهمه شيء، يعني لا يهم أحدهم أن يعرف شيئا عن الآخرين، لكن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب أن يكون هناك انسجام وتعارف بين هؤلاء، لأن خروج المساهم من الشركة ليس بالسهولة، وكذلك دخول مساهم آخر في الشركة ليس بالسهولة، وإنما ينظم القانون هذه المسائل تنظيما محددا حتى يحفظ الحقوق. فإذا هي تكون بمقدار القيمة الإسمية للسهم. ما معنى القيمة الإسمية للسهم؟ الحقيقة أن المشرع العراقي حدد القيمة الإسمية لكل سهم من أسهم الشركات بدينار واحد، فإذا هذه سموها القيمة الدفترية أو تسمى بالقيمة الإسمية، لكن في السوق تزيد هذه القيمة أو تنقص. يعني مثلا شركة مساهمة اشتغلت هذه الشركة فزادت قيمة سهمها، يعني ربما تزيد بأضعاف مضاعفة. يعني شركة أرامكو حينما السعودية حينما طرحت في سوق العالمي للبورصة كانت لها قيمة اسمية، ولكن خلال ساعات هذه القيمة الاسمية تضاعفت. يعني انت تجي تريد تسجل تشتري اسهم لأرامكو ما تجد، فجميع اسهمها قد بيعت. طيب تجي على واحد تقول له تبيع سهمك، يقول لك اش تعطيني ربح، تعطيني كم ربح حتى اعطيك او ابيعك هذا السهم. فهذه هي البورصة. البورصة هي المكان الذي تعرض فيه الأسهم والسندات، وبالتالي حسب الطلب، إذا زاد الطلب عليها ارتفع سعرها، وإذا قل الطلب عليها انخفض سعرها. ولذلك احنا ما من واجبنا، لكن محلات أو أسواق البورصة يعني مكان البورصة يفترض تشوف أكو ناس جالسين أمام لوحة، قبل كانت تكتب بالتباشير ويطلعوها بالأفلام بورصة نيويورك، هذول اللي يصرخون بأعلى أصواتهم مناداتا على السهم أو يبيعون ويشترون بأصابعهم، يعني أنه تشوف ما يلحق يقول الكلمة فيكون السهم قد ارتفع أو انخفض فيؤشرون بأصابعهم. الآن هذه كلها إلكترونية أوتوماتيكية تعرض على الشاشة الكبيرة، وكثير من الأفراد عن طريق هذا التلفون الآن يدخلون على البورصة ويبيعون ويشترون، كل واحد منهم جالس صامت. مرة من المرات ذهبت مع امرأة من العراق أرادت أن تشتري ليرات، يعني عدد محدود من الليرات اللي هي عيار 21 ويسموها الليرة الرشادية اللي هي 7 غرامات و20. فجيت على سائق وسألته كم قيمة الليرة، أعطاها قيمة الذهب ثم أضاف إليها مبلغ، هذا المبلغ هو الربح على هذه الليرة. فبدلا من ذلك دلنا رجل قال في الطابق الأعلى هناك محل يبيع بسعر الجملة. لما طلعنا إلى هذا المحل وجدنا أن لديه شاشة تلفزيون مرتبط بأسواق
لندن، نيويورك، دبي، سنغافورة، فيتحرك سعر الذهب. مع العلم أن هذه راح تشتري لها 4-5 ليرات، يعني مبلغ جدا بسيط، ولكن هذا الرجل كان ينظر في التلفزيون إلى هذه الأسعار المتقلبة ثم يبيع في نفس اللحظة اللي سلموا الفلوس، يعمل فيكس، يعني يدوس إيده على السعر اللي أنت اشتريت. في بعض الأحيان هذا السعر يبقى ساعة، يبقى 5 دقائق كما هو، وفي أحيان أخرى بالدقيقة الواحدة صعودا ونزولا. هذه هي أسعار مثلا الذهب وأسعار الأسهم أيضا. فالقيمة الإسمية شيء وقيمتها في السوق شيء آخر. حينما الشركة تعطي بيانات غير صحيحة، في بعض الأحيان ايش يعملون؟ يعطون بيانات، هذه من الاحتيالات اللي يعاقب عليها قانون الشركات. من الاحتيال اللي يصير أن المساهمين أو مجموعة منهم يريدون يشترون أسهمهم لأنها جيدة، فهم ايش يعملون؟ السهم مرتفع، يبثون خبر، هذا الخبر كاذب، أن الشركة تخسر، أن الشركة في طريقها إلى الإفلاس. فبعض حملة الأسهم الذين هم ليسوا متمرسين في هذا أو لديهم كمية محدودة يخشون عليها يسرعون في البيع، فحينما يسرعون في البيع يشترون هؤلاء، ثم بعد ذلك تنكشف الخديعة فيشترون قيمة السهم بأقل من قيمته الحقيقية. وهذا الذي يحصل في الموصل في بيع وشراء الدولار. الدولار تطلع إشاعة يرتفع السعر، فبعض المتنفذين في السوق يبيعون، تطلع إشاعة تخفض السعر، فيخشى البعض على نفسه فيذهب فيبيع فيشترون هؤلاء. هذه الحيل التي تمارس في الأسواق، هناك من يمارسها على مئات آلاف، وهناك من يمارسها بالملايين، وهي موجودة في كل أنحاء العالم، وهناك الكثير من القوانين المتشددة في هذا المجال والتي تعاقب عقابا شديدا على هذا الاحتيال الذي يجري في سوق المال. فإذا الآن عرفنا معنى القيمة الإسمية للأسهم التي يكتتب بها وقيمتها الفعلية التي هي في السوق. هذه الشركة ذات طبيعة مركبة، يعني أنها تجمع ما بين شركات الأموال التي ينظر فيها إلى المال وليس إلى الأشخاص، وبين شركات الأشخاص التي ينظر فيها إلى الأشخاص دون المال. لماذا؟ لأن المال فيها مهم، اللي هو رأس المال المحدد، والشخص أيضا فيها مهم، اللي هم أصحاب الشركة. هذه الشركة لا تطرح للاكتتاب، يعني أنك أنت شفت كان قبل بالموصل أشهر شركات ذات المسؤولية المحدودة التي ربحت ربحا فاحشا هي شركة جلالة للكاشي والموزايك في السبعينات والثمانينات، كانت تصنع أنواع من الموزايك لا وجود له إلا في إيطاليا فقط وتبيعه بسعر رخيص، كانت لديها ألوان الأحمر والأزرق والأخضر، فأقبل الناس على الشراء، وكانت النتيجة أن الشركة كانت تأتي بهذه القطع من جبل جلالة فربحت، يريدون الآخرين يدخلون بالشركة، هذه الشركة مقفلة، العضوية فيها تقتصر على المؤسسين فقط أي أصحابها فقط، فإذا هي ذات طابع شخصي، وعملية بيع الأسهم فيها قيود. ليش؟ لأنها هذه أشبه ما تكون في القانون المدني، أنت بالحقوق العينية إن شاء الله في الصف الرابع راح تدرسون ما يسمى بالشفعة، والشفعة هو بيع العقار رغما على صاحبه، يكون للجار الحق في شرائه، وبيع الأسهم يكون للمساهم الآخر الحق في أن يكون شفيعا فيشتريها هو. ليش؟ لنفترض أنا واثنين منكم أسسنا شركة ذات مسؤولية محدودة، نحن نثق ببعضنا
وكل منا يعلم مقدار خبرة الآخر وأمانته وصدقه وملاءته. ثم أراد أحدنا أن يخرج، لا يستطيع هذا أن يخرج ويأتي بشخص آخر بدون إذن منا، لأننا نحن نثق به ولا نثق بغيره. فلذلك هي ذات طابع شخصي، وهناك قيود على بيع الأسهم حددها القانون. تستطيعون الرجوع إلى قانون الشركات لمعرفة هذه القيود. العادة الجارية أن الأول من يشتري هم أعضاء الشركة حتى لا يدخل عليهم غريب في هذا المجال. يعني والحقيقة أن هذه ليست بدعة، لأنها هذه لكل شركة من هذه الشركات لها أسرارها ولها خصوصياتها في هذا المجال، وهي لا تريد أن يطلع عليها شخص آخر قد يكون غريما متخفيا لها يعني في هذا الأمر. فبذلك طيب كيف تكون الإدارة؟ الإدارة هنا الشركة تتكون من قسمين، الهيئة العامة اللي هم هؤلاء الأعضاء فيها، وهناك شخص يسمى بالمدير المفوض، وهو الذي فوضوه في التعامل باسم الشركة. فالتوقيعات تتم من قبل هذا المدير المفوض، وهو الذي يكون المسؤول عن ديون وحقوق الشركة وتعاملاتها الخارجية. ما يصير أي عضو من الأعضاء يعقد صفقات هو بشخصه أو بنفسه، وإنما هذا الأمر متروك للمدير المفوض. لو أنكم تشوفون القانون عموما، فروع القانون متداخلة مع بعضها، وما تتعلمه في الشركات قد ينفعك في مجال آخر، وما تتعلمه في المجالات الأخرى قد ينفعك في القانون التجاري. فمثلا لو وقعت بأيديكم جريدة من الجرائد الورقية، هذه الجريدة بجانب العنوان مكتوب أسماء، فمثلا مكتوب صاحبها ومؤسسها فلان الفلاني، هذا الذي يملك الجريدة ولكنه لا يديرها، رئيس التحرير فلان الفلاني، هذا الذي يجب أن يمر من تحت يديه كل ما يكتب في الجريدة، وهو الذي يكتب العمود الذي يعبر عن سياسة الجريدة. تحت الرئيس التحرير يكتبون المدير المسؤول. المدير المسؤول هذه الوظيفة الخطرة، وهو لو أن كتب في الجريدة شيء تعرضت فيه الجريدة إلى المساءلة القانونية، كما لو كان كتب في الجريدة شتيمة لشخص معين أو خبر كاذب أو أي أمر من هذه الأمور التي تحاسب عليها الجريدة، فأقيمت الدعوى على الجريدة. من هو المسؤول أمام المحاكم؟ هذا المدير المسؤول، لا ليس مدير التحرير، ليس رئيس التحرير، ليس صاحبها، وإنما هذا المدير المسؤول هو الذي يكون مسؤولا. ولذلك شغله الشاغل مراقبة ما يكتب في الجريدة حتى لا تقوم مسؤوليته. فالمدير المفوض هو الذي يجب أن يتعامل، وهو الوجه البارز الذي يمثل هذه الشركة في تعاملاتها الخارجية مع الغير. وكل أمر أو عقد أو صفقة تخرج من هذه الشركة أو تدخل إليها يجب أن تكون ممهورة بتوقيع المدير المفوض. هذه الشركة في بعض الأحيان تجدون مكتوب على اللوحة التي تشير إلى الشركة رأس المال المدفوع كذا، رأس المال العام كذا. الحقيقة هذه الشركة ماذا تعني في هذا المصطلحين؟ تعني أنها هي في سبيلها إلى التطوير، فالآن رأس المال المدفوع حقيقة هو كذا، ولكن يمكن
أن يصل إلى هذا المبلغ. فإذا في جميع الأحوال رأس المال يجب أن يكون مدفوعا، لا يمكن أن يكون دينا، ولا يمكن أن يكون أثاثا، ولا يمكن أن يكون عملا، وإنما يجب أن يكون نقدا تحت تصرف هذه الشركة. فهذا هو رأس المال في هذا المجال. وهذا رأس المال هو الذي يحدد سعة وضيق الشركة. فلا شك أنك أنت الآن حينما تنظر إلى شركة مكتوب على بابها رأس المال المدفوع 1,000,000، لا شك هي صغيرة، شركة صغيرة يعني. لكن لو وجدت على لوحتها أو أوراقها رأس المال المدفوع 100,000,000 دينار، تزداد ثقتك بها في هذا المجال. لكن هم يلتزمون في حالة الالتزام بهذه 100، ما يصير 101. لماذا؟ لأنه لا يساهم أو لا يقوم أي فرد من أفراد هذه الشركة، أي مساهم، بوفاء ديونها من ماله الخاص. لا يلتزم أي التزام من ماله الخاص إلا من هذا المبلغ الذي يشكل رأس المال. وهذا هو الذي يفرقها عن الشركة التضامنية اللي عادة تكون شركات المحاصة، يسموها شركات الوجوه بالفقه الإسلامي، شركات الأشخاص. هذيك الشركة التضامنية لا حدود ما بين أموال الشركة وأموال المؤسسين، فهم متضامنون في هذا المجال. في العام الماضي درستم تضامن في القانون المدني في الجزء الثاني في أحكام الالتزام، ووصلتم إلى نقطة أن التضامن لا يفترض في القانون، وإنما يجب أن ينص عليه المشرع. يعني الدائنين المدينين لا يكونون متضامنين إلا إذا نص المشرع على ذلك. ووجدتم أن المشرع ينص على تضامن المدينين إذا كانوا مسؤولين مسؤولية تقصيرية. في المسؤولية التقصيرية يكونون متضامنين. لو أن ثلاثة أحدثوا فعلاً